أنا هنا عشان أتكلم عن الجانب الطبي المتعلق في الموضوع، لا نستطيع أن نغفل أن جزء كبير من هذه المشاكل التي أدت إلى الانفصال قد يكون عائد إلى الاضطراب العاطفي المتعلق بالعلاقة الحميمية بين الزوجين. أحد الإحصاءات تشير إلى أنه يوجد حوالي 12 مليون رجل يعاني من مشاكل جنسية في العالم. كما أشار التقرير، للأسف الشديد لدينا في المملكة العربية السعودية الإحصائية الدقيقة قد تكون مغيبة لعدة أسباب، من ضمنها أن تلك المشاكل تعتبر من المشاكل التي يحرص بصراحة الرجال على كتمانها حتى لو كانوا مصابين فيها. قد تؤثر على رجولتهم أو حلم مظهرهم الخارجي أمام شركة حياتهم أو حتى أمام الطبيب، لما فيخجل من الإقدام وطرح المشكلة قبل تفاقمها. أشير هنا إلى أحد الدراسات التي تم طرحها في عام 2010 في مؤتمر الطب العالمي للأمراض الجنسية في نيس، والتي أشارت إلى حوالي 62% من الرجال السعوديين يعانون بشكل من الأشكال من أحد مظاهر الاضطرابات الجنسية. هذه الاضطرابات قد تكون باضطرابات انتصاب أو اضطرابات لها علاقة بسرعة القذف، وكلاهما يؤدي إلى ضعف الإمتاع الجنسي وفيما بعد اضطراب العلاقة بين الزوج والزوجة. أشير هنا كذلك إلى أحد الدراسات التي أجريت قريب منا في مصر، والتي أشارت إلى أن الأزواج أو الزوجات بين عمر 30 و40 سنة لما طرح استبيان عن مدى رضاهم على العلاقة الحميمية بين الطرفين، أشارت إلى أن 84% منهم غير راضين، وهي نسبة عالية جدا بصراحة. لكن كما أشرت الأمر قد يكون مغيب، إما لأن الخجل، خجل المرأة أنها تطرح المشكلة أمام زوجها، أو حتى الخجل الذي يمنع الزوج من أن يقدم على إجراء الاستشارة الطبية، والتي في كثير من الأحوال علاجها قد يكون سهل جدا. يعني ممكن أنه الاستشارات الطبية لها دور هام في حل المشاكل، هذه المشاكل والتغلب عليها؟ لا أستطيع بصراحة أن أؤكد أكثر من أن معظم المشاكل المتعلقة بالعلاقة الحميمية في 95% منها لها حل فقط بزيارة الطبيب. فإذا حلينا المشكلة هذه فمن باب أولى تكون مقدار المودة والرحمة والسكون الأسري يكون أعمق وأفضل، ومن ثم مشاكل الطلاق المتعلقة بهذا الجانب، طبعا في جوانب أخرى لكن نتكلم عن الجانب الطبي، نكون قد تغلبنا عليها بصراحة فقط بمجرد زيارة طبية.